كلهم تفاجأت فيهم انهم موجودين عندي هون الساعة 8 الصبح. اول شيء قام ترهيب الاولاد الصغار، يعني هذه سياستهم الحمد لله رب العالمين. اعتقل اخوي، واخوي تعرض للضرب، يعني لانه شاب بده يدخل يشوف شو ليش الشرطه موجوده عنده ببيته، كان بشغله روح من الشغل، كيف وصل للبيت. طبعا قبل ما يجي اخوي، كان اخوتي اثنين معي اعتدوا عليهم بالضرب. سياسه تخويف اول شيء، هم اتبعوا سياسه التخويف، لانه الجيش لما دخلوا ما دخلوا بطريقه انه في عندك هدم اطلع انت واولادك برا وكذا، لا، بلشوا في الشباب اللي كانوا موجودين عندي اللي هم اخوتي، اعتدوا عليهم، بعدين اعتدوا على الحجه، واعتدوا علي، واعتدوا على زوجتي وعلى الاولاد. يعني هو لحسن الحظ كان زوجتي الثانيه ماخذ الاولاد شوي من طلعيتهم، فقلت لها نبعدهم عند المدرسه حاليا على بال ما نشوف شو بصير. الحمد لله رب العالمين هذا اللي صار.